الله معكم بروفي، إن شاء الله بتكونوا منيح أنتوا وأهاليكم، وإن شاء الله منشوفكم قريبا، بتكونوا كلكم بخير وبسلام. نحن بالتربية بعد عنا درس واحد، هو الدرس الأخير بالمحور الأخير يلي محور الأمم المتحدة. قبل ما نشرحه بدي أطلب منكم ترجعوا إذا بتريدوا تراجعوا كل يلي الدروس السابقة يلي سبق وعملناها، سواء بالمدرسة أو اللي عملناها بعدين من بعيد، لحدية العالم العربي، لحد جامع الدول العربية، يعني المحور اللي قبل، وترجعوا تسكروا كتبكم وتعملوا هالنموذج هالمسابقة يلي عملوها رفقاتكم السنة الماضية على باك، كانت السنة الماضية بال 2019. رح أبعث لكم إياها، بتمنى عليكم تحلوها لحالكم، ما في لزوم تغشوا حدا، تكونوا عم تغشوا حالكم، تحلوها وبعدين بترجعوا على الرايق بتصلحوها، والأسبوع القادم من الأراد نختم دروسنا بدرس التربية. مرسي كتير لألكم، يعطيكم العافية.